سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم مشروب شوكولاته الساخنه ولا شوكولا شو. يعني هذا المشروب الجميل يوالم الدراري، رانا دوكاتيك في وقت الفروض، يعطيهم طاقه يعني لينيرجي، وزيد اون بلوس البنه ديالو رائعه. اليوم حنوري لكم كيفاش نخدموها، وعدت خواتاتي، واليوم ان شاء الله راح نوفي بالوعد ديالي. دوك نوريكم كيفاش تكيلو. مثلا انا راح ندير كاس يا اخي، كاس تاع حليب تكيلوه. كيفاش ديروا كاس؟ انا هنايا شوفوا في الكاسرونه راني درت زوج كيسان من هذايا. الوغ واش ندير؟ في كاس واحد ندير ربع كاس تاع كاكاو، ربع كاس فوالا، ربع في كاس حليب، ربع كاكاو، ماشي كاكاو المر البنات، كاكاو هذاك اللي يكون هكذا اللون ديالو بني فوالا. كوم انا درت زوج كيسان، سكيفي ندير نص كاس تاع كاكاو. ها فوالا، شوف نص كاس تاع كاكاو. هاوليك الحليب ديالنا، ما كاش ما اسهل، بسم الله فوالا. وندير السكر، البنات كيما انا هنايا في كل كاس ندير زوج مغارف، يعني في الكاس ندير زوج مغارف كبار تاع السكر. وانتوما ديروا سكر وذوقوا حتى نحكموا الكيل اللي واتي وليداتكم ويواتيكم. مام حنا لينا ملاحه، هذا فصل الشتاء يجي هايل فوالا. هنايا ها هي ليك المغرفه الاولى، بسم الله. المغرفه الثانيه، المغرفه الثالثه والرابعه فوالا. انا هذا هو الكيل ديالي، علاش؟ باسكو حنزيد ندير معاه شوكو، يعني شوكولاته هكذا، اون تابلات دو شوكولا، هذه تقدروا تستغناو عليها فوالا. لازم تانيك رشه تاع ملح، هاد الرشه تاع الملح هي اللي تعطينا التوازن يا اخي، هي اللي توازننا لوغو. ونخلط بالفوي، هاني درت تحرحير انا هنا فوالا. هنا كي نخلطوا هكا ماحش تذوب لنا. الوغ نسي نخلطها هكذا ونروح نحطها فوق النار حتى تبدا الدوبلي. انا شوفها بدات تدير البابل وانا نطفي عليها، وهكذا الشوكولا الساخنه تكون واجده معنا. انا نخلطها مليح ونحطها فوق النار. وهنا كيما كنتو تشوفوا كي راني نخلط يعني ما حش يذوب لي السكر، ما حش يذوب لي الوسمو. علاش؟ باسكو الحليب ديالي بارد. الوغ دوك غير يبدا يدفى، نروحو نحطوه كيف كيف فوق النار. شوفوا البنات هنايا غير يبدا يغلي الحليب ديالنا، يبدا يغلي نحوه من النار هكذا. لو ميلونج ديالنا راه ليك واجد. تانيك ملاحظه البنات، ما ديروش حليب ماشي فايد، يسمى الحليب يكون فايد باش توجدوا هاد الشراب اللذيذ. وهنا البنات غير نطفي عليها، ندير شوكولا. قلت لكم هاد المرحله تقدروا تستغناو عليها وهي سخونه هكذا. دوك تدوب لنا الشوكولا ديالنا، تزيد لها طعم رائع. ها هو ليك، ونبدا نخلط حتى تذوب الشوكولا ديالنا. غير في السخانه هكا تاع الحليب ديالنا تذوب الشوكولا. انا غير ندوبها ان شاء الله، تشوفوا القوام ديالها ولا ثقيقل هايل. واللي ما عندها الشوكولا وحبت تحصل على القوام يعني اللي يكون هكذا خاطر، ما عليها غير دير مغرفه صغيره تاع النشا مايزينا، ما حاش تاثر، ما يعني ما تبانش البنه ديالها، تعطينا هذاك القوام اللي يجي خاطر هكاك. شباب نقدروا نديروا نشا في المشروب ديالنا هذا الساخن، كي ما نعدوش يعني ما عندناش شوكولا هكا طرف. فوالا حبيباتي، ها هو ليك المشروب
تاع الشوكولا الساخنه راهو ليك واجد. شفتوا الطريقه بزاف سهله وتجي المذاق ديالها رائع. انا هنا راح نكمل التزيين، يعني هذه حاجه فاكولتاتيف، نزينوها بشويه تاع لاشونتيي غير هكذا من الفوق. فوالا البنات، هاي ليك الشوكولاته الساخنه واجده معنا، شهيتكم بالصحه ان شاء الله. المذاق ديالها تجي كومسا. انا هنا زينتها بشويه تاع لاشونتيي، ها هي ليك، وزينتها بيان سور بحكمه حبيبه تاع الشوكولا، سكرفشتها سكرفاج رقيق ودرتها من الفوق. هاد المرحله يعني الاخيره تقدروا تستغناو عليها، يعني باش تعطينا شكل جميل والبنه ما نحكي لكم. هذه يا خواتاتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ماذا بيا تفرحوا وليداتكم، يعني هذه تفرحوهم ذوق ومذاق وزيد اون بلوس فايده يا اخي، سورتو دوكي ان شاء الله يجي البرد ومام هكا كي راهم ليك في لا بيريود تاع لي دوفوار اي لي كومبوزيسيون. هذه يا خواتاتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ودوكا ما قاعد غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.